السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، الحرب الدائرة الآن في الأرض المقدسة هي حرب ذات شقين. الشق الأول هو الحرب التي تجري على الأرض بين المقاومة وبين الاحتلال. هذه الحرب حاز شرف المشاركة فيها الشباب اللي موجودين في أرض العزة، الموجودون في الأرض المقدسة، الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم نصرة لله ورسوله ودفاعا عن جزء مهم جدا من أرض المسلمين، الأرض التي سماها القرآن العظيم الأرض المقدسة. فأسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يخذل عدوهم. الحرب دي إحنا مش هنقدر نشارك فيها بشكل عملي، مش هنقدر نروح ونقاتل ونشارك، لأن في أشياء كثيرة جدا تحول بيننا وبين المشاركة الفعلية في هذه الحرب. طيب، الشباب دول مجموعة قليلة جدا من المسلمين، في عدد مهول من المسلمين حول العالم يريدون المشاركة في هذه الحرب. الطريق الآخر أو الشق الآخر من هذه الحرب والذي بإمكان كل الناس، كل المسلمين أن يشاركوا فيها، هي الحرب الإعلامية. وهذه الحرب في منتهى الأهمية والخطورة، ليس كما يتصور كثير من الناس إن هي حاجة مش مهمة أو حاجة ثانوية وإن المهم فقط هو الحرب التي على الأرض. لا، الحرب الإعلامية حرب مهمة للغاية وخطيرة للغاية، وبيترتب عليها ترتيبات مهمة جدا. الحرب الإعلامية ديت في تفوق كبير جدا للاحتلال في إن هو بينفق أموال مهولة لتسويق الرواية التي يريدها ونشر الأخبار التي يريدها. طبعا هم من زمان جدا وعندهم سيطرة كبيرة جدا على وسائل الإعلام بشكل عام. هتجد أن أكبر الصحف العالمية مملوكة لليهود أو لهم مشاركة ومساهمة فعالة فيها، القنوات الإخبارية العالمية كذلك، وسائل التواصل ملك خالص لهم، الفيسبوك، اليوتيوب، جوجل، انستجرام، الحاجات دي. يمكن الحمد لله ان تويتر اشتراها إيلون ماسك، فبقى يعني شوية الأمور بقى فيها نوع من الحرية إلى حد ما مقارنة بباقي وسائل التواصل. طيب، احنا بقى المسلمين اللي هم عددهم 2 مليار مسلم، كيف يشاركوا في هذه الحرب الإعلامية؟ في فعلا كتير من المسلمين والعرب، وحتى في ناس مش مسلمين ولا حاجة، ولكن بيتبنوا الحق في هذه الحرب وهذه القضية. ولكن في الآخر الموضوع بيبقى غير متكافئ، لأن في ناس مسيطرين على هذه الوسائل وبينفقوا أموال طائلة. يعني لما شاب يوتيوبر يطلع يقول إنهم عرضوا عليه 5,000 دولار من أجل إن هو يتبنى وجهة النظر بتاعتهم، ده معناه إيه؟ إن أنت تتخيل كم الأموال المهول الذي ينفق من أجل تسويق وجهة النظر بتاعتهم أو تسويق الرواية بتاعته. طيب، إحنا نعمل إيه؟ إحنا نقعد نتفرج ولا ممكن نشارك في هذه الحرب ونبقى لينا مشاركة فعالة وملموسة ومفيدة من غير ما نبذل مجهود حتى كبير؟ إحنا نقدر نشارك. كل واحد بيشاهد هذا المقطع تستطيع أنت بنفسك أنك تشارك وتشارك مشاركة فعالة ومؤثرة. شوف يا أخي هتعمل إيه؟ هتفتح تويتر، لو ما عندكش صفحة على تويتر حاول تعمل صفحة على تويتر، وتبدأ انك انت تكتب في خانة البحث مثلا تكتب اطفال غزة، هيطلع لك نتيجة كبيرة من النتائج. طبعا حاجات صعبة جدا جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن هتحاول انت يعني تتحمل على قد ما تقدر. هتقف على فيديو زي دوت، تعمل رايت كليك وتاخد كوبي او تاخد نسخ من الرابط بتاع الفيديو ده، وبعدين تبدأ تروح للصفحات اللي هي الكبيرة والمشهورة على منصة تويتر. مثلا دي صفحة البي بي سي نيوز، صفحة عليها عدد كبير، عليها 40 مليون متابع. ده يعني بوست اهوت او منشور هم منزلينه بقاله، شوف 36 ثانية فقط. هنروح فاتحين التعليقات وحاطين بيست للرابط بتاع الفيديو او لصق للرابط بتاع الفيديو ونبدأ ننشره. لما تيجي تفتح بقى انت التعليقات هتلاقي بص الرابط بتاع الفيديو نزل في التعليقات وبقى موجود في الاول، لان احنا نشرنا الرابط ده في اول الفيديو ما نزل.
هنبدأ نشوف الفيديو اللي بعده، هنفتح برضو التعليقات ونعمل بيست للرابط بتاع الفيديو. يبقى هو كده نزل في التعليقات. اي حد بقى هيفتح التعليقات بتاعة المنشور دوت هيشوف الفيديو قدامه. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ بنوري الناس صوت وصورة، بنوري الناس الحقيقة اللي وسائل الاعلام دي بتحاول تخبيها، بنجبر وسائل الاعلام ان هي تشوف الحقيقة، وبنخلي المتابعين بتوعهم يشوفوا الصورة اللي وسائل الاعلام دي بتحاول ان هي تخبيها. دي مثلا صفحة الاي بي سي نيوز، دي قناة امريكية مشهورة جدا عليها 17 مليون متابع واكتر. برضو هنفتح التعليقات وبعدين نعمل لصق للرابط بتاع الفيديو وننشره، وهكذا كل المنشورات بتاعتهم نحط لهم على عدد كبير. طبعا نحط على المنشورات الحديثة بحيث ان يبقى في ناس كتير هتدخلها وهتشوف في التعليقات وتشوف رابط الفيديو ده. الكلام ده لما يعملوا مجموعة كبيرة من الناس هيبقى ليه تأثير كبير جدا جدا. تشوفوا ده CNN International صفحة عليها 14 وشوية مليون متابع. نفتح برضو، بص ادي اول منشور او يعني اخر منشور هم حطوه، نفتح التعليقات ونحط الرابط بتاع الفيديو دوت، وهكذا نقعد نعمل ده حتى مع الشخصيات بقى المهمة. زي مثلا دي صفحة جو بايدن الرئيس الامريكي، الصفحة بتاعته عليها ملايين الناس، نفتح التعليقات ونحط الرابط بتاع الفيديو. في ألوف الناس بتشوف التعليقات. خلي بالك ميزة الطريقة دي ان انت مش محتاج يكون عندك لغة ولا حاجة، تعرفش تتكلم انجليزي ولا بتتكلم فرنساوي ولا بتتكلم اي لغة، ما عندكش مشكلة لانك مش محتاج تتكلم مع حد ولا تقنع حد. دي مثلا صفحة دونالد ترامب، نفس الموضوع. دي مثلا صفحة باراك أوباما عليها 132 مليون متابع. تخيل انت في نص ساعة بس ممكن تحط مثلا الرابط بتاع الفيديو ده او مجموعة فيديوهات انت شايفها تكون مؤثرة جدا، وتبدأ تعمل الموضوع ده. ممكن في نصف ساعة بس تحط 1000 رابط ولا حاجة، عمل بسيط جدا، وأرجو ان يكون تأثيره كبير جدا ان شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.